فالحديث عن الفرن تقوم مش هتبقى ملاصقه 100% للطبع، ولكن هتبقى قريبه منه، لا هي ملاصقه ولا ايمان بالملاصقه. ولكن انا هضطر هذه الحاله ان انا اعمل درجه 15. لو الفرن تقوم كانت ملاصقه ده معنى كده انا الانجل دي هتبقى زيرو. شوف لو انت لو المانجل اللي هو المتوسط بالانجل دي 45 انا هعملها متوسط تقريبا ما بينهم ناحيه اكتر الفرن عشان كده سميت سيرت الفرن اللي هو هيبقى 15 درجه بس. فانا تمام ماشي كده والانجل بتاعي برضه هيبقى سيرت خلاص. طيب نشوف الصوره اللي ممكن هتطلع لنا شداه. الصوره احسن شويه من الصوره اللي فاتت. كان الفرن تكون واضحه سوري الفرن تكون واضحه ليها كويس واضح ان هي الاوربت واضح ان هي السيمويدر. يمكن السيمويدر مش واضحه قوي. السيمويدر في الوضع اللي هو الوتر فيو او اللي هو السيمويدر احسن كتير من النسبه ان انا اشوف حصل وهي الموست كومن افكتيف اللي هي الاكزيلاري ساينس. تمام؟ فالبوزيشن ده يعتبر سبيشال تكنيك. في نقطه مهمه نسينا نقولها ان اي فحص بارايز ساينس لازم يتعمل مع عين واحد. مش فيها اوبشن يعني ان هي تقعد الا اذا كنت انا بدور على فراكشنز. جميل كده؟ لكن طول ما انا بدور على ان انا انفكشن او ان انا بشوف سينسايتس غير فلويد ليفل ده معناه ايه؟ لازم اعمل كهربائي عشان ادور على ايه بيطلع فوق والفلويد يبقى موجود تحت فلازم العيان واقف او قاعد. تمام؟ لازم يبقى في كاركتر سينسيشن. احمد هي اصلا دي 15 دي 15 دي بتاعت الاكس راي بتاعت الاكس راي ولا بتاعت لا لا بتاعت بتاع النوز 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 اللي بيعمل الزل اللي هو فين؟ سوبر فانتر ده؟ سوبر فانتر الزاويه توقف على البيشنت يعني البيشنت جاي احنا قلنا سوبر فانتر العادي بتاع السكال دولت نازلين في البطن حلو؟ انا قلت لك ده بقى لا خلي ارفع راسه شويه كده عمل 15 ديجري البيز لاين عمل 15 ديجري مع اللاين اللي هو بقى بيرديكولار للبطن انت قصدي ايه؟ هو ما عملش اي حاجه هو مجرد سوبر فانتر عمل كده بس لا ده لمس ولا ده لمس. تمام؟ طيب توقفنا اللطل واللطل ان شاء الله مش هيبقى في فرق كبير تمام؟ عن ايه لطل من الجوز باور كلهم؟ بس السنتر ريج بتاعه هو نفس اللطل اللي خدناها قبل كده بس اكيد السنتر ريج بتاعي انا محتاج يبقى قدام مش عايز الجزء خالص في السكاب محتاج يبقى عايز الساينس بتاعي فبالتالي هيبقى حوالي 2.5 سم بوستيريو للاوتر كانس زاي الاوتر كانس زاي ايه؟ همشي 2.5 سم ورا تمام؟ واحده في السكال لترا كنا بنطلع فوق 5 سم خلاص؟ يبقى هنا 2.5 سم ورا اكسترنال كانس ده اللي يهمني عشان الصوره في الاخر انا يهمني البارايز ساينسز دول ما يهمنيش بقيه السكالز يهمني الديب فرونت ساينسز السكيلويد اللي تحت السكيلويد دي الماكسيلري ساينس وهنا السكيلويد مش هتبقى واضحه قوي لانها تبقى زحمه غريبه السؤال هو في الجيل ده ايه هو في وسط الاورنوس ها كان مش كان بالنسبه لفرانس ساينس السؤال ده ما يجيبش التوم من زين نعم ما يجيبش التوم لا لا هو ده راسه بينه وبين الكوكو بعض من بين فرانس ومالات مش كده دي فيشل ماشي فيشل وانا بتكلم فيها على وضعين بس دول اخر وضعين هنتكلم فيهم النهارده عشان تاخد الاسكواد بتاعك كده وتجوها وتستوعب. اول وضع هنعمله اكسبت منتل خدناه
Tamam. Ben de deniyorum size.